في قصة يعقوب اللي قصة يوسف قبل شوي ويعقوب مع ابنائه فيها شيء من الاحتواء ربما كثير من الناس ما التفت له. يعقوب عليه السلام كان على علم بمكر يا ابنائه وقال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال بعد ما عملوا المكيدة بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ثم بعد فترة لما جوا يأخذون أخوهم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فهو متأكد. ومع ذلك من القصة هو رجل مستجاب الدعوة، ترى ما دعا عليهم وربما دعوا على دعا بجمع شملهم وردهم له. فكانت النهاية المعروفة العظيمة. فلذلك نعم ولا ما طردهم ولا شيء، أخذ وعطهم وبقي معهم في بيته. الله. وهو فعلتهم جريمة عظيمة، وكان يعرف أنه بيصير نبي لأنه قال ولي يتم أمره علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنتعلم الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك ليتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، عليك وعلى آل يعقوب اللي هي النبوة، نعمة النبوة. نعم. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. مع ذلك ما قال شيء، صبر عليهم وتحملهم. لكن بالمناسبة في شق طريف، هذا واحد اسمه يوسف وعنده شيء من تعبير الرؤى وعنده تعرض لبعض المشاكل في حياته، فيقول اني انا كانت من قصته، يقول اني انا ماني بعيد عن يوسف عليه السلام، تعرضت كذا وكذا حتى اسمي يوسف. فكتبت احد الاخوات تعليق قالت باقي وجهك. طبعا في بعض الاباء طبعا يعني يرتكبون اخطاء وقد تكون مقصوده او غير مقصوده، وهي موضوع التخويف المبالغ للابناء والبنات. يعني انا في نظري أن الابن أو البنت إذا جاء يشتكي أو يصل للأب أو للأم لابد يشعر بالأمان عشان يوصل كل المشكلة اللي عنده. متى يشعر بالأمان؟ إذا كان العلاقة من قبل مبنية على الأمان نفسها، فالأب يتعامل معه بلطف وبهدوء وبثقة وزرع الأمور العظيمة في العلاقات البينية يعني. طيب